مشكلة الأهلي مليئة بالمفاجآت. مصطفى شوبير لحراسة المرمى، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، أفشة، كريم ندفد، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر. دي تشكيلة النادي الأهلي. مروان عطية على دكة البدلاء، وسام ابو علي على دكه البدلاء، عمرو السوليه على دكه البدلاء، حسين الشحات على دكه البدلاء، رضا سليم على دكه البدلاء، كهربا على دكه البدلاء، يوسف ايمن على دكه البدلاء، وكابتن الفريق كابتن محمد الشناوي ايضا على دكه البدلاء، واحمد نبيل كوكا على دكه البدلاء. انا مش شايف اشرف داري، قد يكون مصاب يا كابتن خالد. مصاب، كان بيقول ان هو مصاب بس ما رجعش، لسه ما رجعش. طيب معرفش لحقتوا تكتبوا التشكيله يا كابتن ولا اقوله لكم تاني تشكيله النادي الاهلي، بس بانت كده القصه في النادي الاهلي. خلينا نتكلم جانب فني شويه كابتن محسن. وسام ابو علي راس الحربه الاساسي اللي جماهير النادي الاهلي دايما بتضع عليه كل الامال، موجود احتياطي. حسين الشحات ايضا موجود احتياطي. رضا سليم موجود احتياطي. كهربا موجود احتياطي. وبالتالي اعتقد انه هيلعب بالاجنحه، هيبقى مروان عطيه قلت احتياطي. ادي تشكيله النادي الاهلي اهي كده يا كابتن، كده باينه قدامنا بشكل اوضح شويه. ادي مصطفى شوبير في حراسه المرمى، عمر كمال ظهير ايمن، رامي ربيعه وياسر ابراهيم اتنين مساكين، يحيى عطيه الله باك ليفت، كريم ندفد في التشكيله الاساسيه. ده كان واضح الظاهر من تدريبات في الفتره الاخيره. وامام عاشور واكرم توفيق، افشه، بيرسي تاو. انا اعتقد ان بيرسي تاو هيبقى على طرف من الاطراف، وطاهر محمد طاهر هيبقى راس حربه. كابتن محسن، مفاجآت ليست مفاجاه واحده. ليست واحده. المفاجآت بتبقى بالشكل ده، بيبقى المدرب عامل حسابه انه الشوط الثاني يكون بالنسبه له عايز اكسب في الشوط الاولاني. أكثر بالنسبة لي الأهم، أكثر قوة لحسم. ولكن في مثل بيقول حين النهارده وموتنا بكره. يعني أخلص وبعدين أبقى. بس هو طبعا طبقا لحالة اللعيبة، ممكن يكون وسام جاي مرهق من اللعب مع المنتخب الفلسطيني، مروان عطية من ضغط المباريات، وهكذا. يعني جايز يعني أكيد في 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 أسباب أدت إلى هذه الاختيارات، لأنه أنا كنت أعتقد أنه هو مش عامل تغيير خالص، لأن دي طبيعة كولر أنه بيثبت التشكيل وبيستمر بيه لمدة طويلة جدا إلى أن يصاب أحد اللاعبين أو يهبط مستواه فجأة، وبالتالي بيقوم بعمل تغييرات. لكن التغيير بهذا العدد الكبير بيعني ربما هناك إصابة لمثلا وسام أدت إلى شك لدى المدرب في إمكانية بدء المباراة، وبالتالي يعني كل المدربين أو معظمهم لما بيكون في إصابات بيبقى عنده حل من اثنين، ما يكون شاكك، إما أنه هو يبدأ بيه على اعتبار أنه لو الإصابة زادت أو ظهرت بشكل واحد يقوم يستبدله بلاعب تاني، أو أنه هو يخليه احتياطي لو اضطر نتيجة المباراة مش في صالحه، يبقى هيضطر ان هو ينزله ويعمل المغامرة. فأنا ما عنديش معلومات من سواء إصابة وسام أو جاهزيته لهذه المباراة، المدرب هو المسؤول أو هو اللي يعرف. لكنه مرهق لأنه لعب مباراتين تقال مع المنتخب الفلسطيني ورا بعض في ظرف 4 أيام، وكان سفر من هنا لهنا، أعتقد أنه شوية فيها جزء من الإرهاق والتحق بالفريق متأخر جدا. ده تصوري برضو يعني. ربما. وعلى فكرة كولر من النوع اللي هو بيعمل اعتبار كبير لحالة اللعيبة قبل المباراة مباشرة، يعني امبارح ممكن هو يكون وصل لقناعة انه وسام مش فريش وانه هو مجهد ويفضل انه يديله الجزء الأخير اللي هو جزء الحسم في المباراة، ولكن عامة جزء الحسم ليس عادة يكون نهايات المباراة، ممكن الحسم يكون بدايات طبعًا المباراة طبعًا طبعًا. وده يكون أضمن للمدرب من الانتظار إلى نهاية المباراة. كابتن خالد شايف التشكيلة الهجومية عاملة إزاي؟ هو كده بيلعب بندفيد وأكرم توفيق اتنين في وسط الملعب، تمام كده؟ هل هنا مدي حرية تامة لإمام مع قفشة ينضموا مع طاهر وبيرسي، وعندك أصلا طبيعة عمر كمال هجومية وطبيعة يحيى عطية الله هجومية؟ طبعا
طب بس هو يعني التشكيل اللي موجود ده طبعا هو اكيد ياسر وربيعه ويحيى وعمر، ده ما فهمش كلام. ماشي. وهيلعب واحد ستة اكرم. واثنين تمانية او اثنين ستة اكرم وكريم وقدامهم قفشه. وهيلعب تاو ناحيه اليمين ويلعب امام ناحيه الشمال. امام ناحيه الشمال. ولا قفشه ناحيه الشمال؟ لا 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 لا. تاو. تاو ناحيه الشمال تاو يمين وقفشه وطاهر راس حرب. ده تحت طاهر. قفشه هيلعب ب 10 زي ما هو هيلعب. قفشه ما يقدرش يشتغل سته ولا هو هيشتغل 10 لان هو ده مكانه المفضل. وهيطلع هيتحرك يبقى اليمين بيرسي والشمال امام وامام وطاهر راس حرب. وطاهر راس حرب.